اهلا وسهلا. عفوا مع الاسف يعني انا بجي واحد عشان اتعرف عليكم. اهلا وسهلا. انا من السودان وانا بجي عشان اتعرف عليكم وبعدين بطمع انكم يعني تناقشوا لي بعض اعمالي يعني ان شاء الله. يعني انا يعني مع الاسف يعني انا هذه الروايه الرائعه حسب كلام الاخوان اللي تكلموا يعني مؤكد روايه عظيمه الواحد كان يتمنى يقراها يعني وواضح انه الكاتبه يعني اتخذت منهج غير تقليدي بالنسبه لكتابه الروايه و يعني انا سعيد اني معكم. شكرا. احنا سعداء.